أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الثوري، حيث خرجت تظاهرات نسوية حاشدة تضامنا مع الثورة ومطالبها ورفضا لتلك الدعوات التي تحاول عزل المرأة العراقية عن المشاركة في الحراك الشعبي والوطني. لمناقشة ذلك نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور مرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا. وأيضا ستنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الأستاذة بشرى عبد الواحد، ستنضم إلينا لاحقا. مشاهدينا الكرام فاصل ولنا لقاء بعد ذلك. مشاهدينا الكرام، رغم التهديد والوعيد وكل أشكال الترهيب والقمع والانتهاكات، خرجت تظاهرات وصفها البعض بالمليونية النسوية في بغداد والمحافظات، وذلك للتأكيد على حق المرأة العراقية في المشاركة بالتظاهرات ودعم زخمها. لنتابع ذلك. أنا واحدة من تظاهرات فلكة الأحرار اللي هي بكربلاء المقدسة. سمعنا بعض الكلام انه يقول انه ما عاجبهم تواجد النساء او الفتيات في التظاهرات، وانه التظاهرات وجود الفتيات بها هذا يخربها، او الاختلاط حرام او الاختلاط ممنوع، اسباب يعني مو معقوله كلامهم. لانه اول شيء احنا بشر عاقلين وفاهمين ونعرف من انه احنا طالعين على ثوره نريد مطالبنا، ما طالعين على شيء ثاني. عاد الناس اللي تفكر انه احنا طالعين على مود انه نلتقي مثلا باشخاص ونسوي اشياء مثل اللي متوقعينها بعقلهم، هذا الشيء غلط، لانه هذا تفكيرهم، هم يحسبوننا احنا مثل تفكيرهم. ما نقول تفكير مريض بس ناقص ياخذها على نفسه. عاد إذا مشاهدينا الكرام نتابع معكم هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين الفضائية التي نتحدث فيها عن آخر تطورات ثورة تشرين. أبدأ مع الأستاذة بشرى عبد الواحد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين من بغداد. أستاذة بشرى السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك. يعني كما شاهدنا قبل قليل هناك يعني فتاة من محافظة كربلاء تقول ما عاجبهم وجود نساء في التظاهرات بحجة أن الاختلاط ممنوع بين الذكور والإناث، كيف تابعت هذا التصريح؟ المرأة العراقية أثبتت أنها صاحبة قرار منذ تأسيس الدولة العراقية منذ 1920، منذ القرن الماضي إلى حد هذا اليوم، وهي صانعة القرار، وهي امرأة أم وزوجة وأخت وحبيبة وكل شيء، سند للرجل. المرأة العراقية ثلاثة أرباع المجتمع وليست نصف المجتمع، لأن الرجل دائما مغيب، دائما في حروب، فالمرأة هي من يربي وهي التي أظهرت هذه الأجيال، أنجبت هذه الأجيال، المرأة القوية التي طلع ابنها أو نقول ابنها شارك وساهم في هذه التظاهرات. النساء العراقيات نساء محنكات، نساء محترمات، نساء لديهن قول وفعل كالرجل. المرأة الآن في المجتمع كالرجل، لها قولها، ومن خلال مشاركتنا لهذه التظاهر لهذا اليوم حقيقة أثبتت أنه المرأة هي يعني في خندق واحد مع الرجل في القتال وفي الحرب وفي الحب وفي صنع الحياة وفي تربية الأولاد. الآن المرأة تختلف عن ما سبق، المرأة كانوا يعتبرونها أنها
فقط للبيت والخدمة والإنجاب، بالعكس المرأة هي صانعة القرار وهي صاحبة المجتمع. وهناك من يتقول أن المرأة لا تصلح لهذا الأمر، وأن المرأة عندما تطلع مع الرجل تكون هناك أمور غير جميلة، هناك أمور شائنة، وهناك تصرفات غير لائقة. بالعكس اليوم أثبتنا أن المرأة العراقية هي أم، والدليل أنه هي ملتزمة إسلاميا. طبعا الدليل أنه ثلاثة أرباع النساء اللي طلعوا هم محجبات، في الوقت نفسه يقولون أنها بعثية. الفتيات اللي طلعوا معظمهم يعني أكثر من ثلاثة أرباعهم طلعوا عمرهم صغيرة جدا، تسعينيات وعشرينيات، فمن أين لها أن تكون بعشية؟ نعم. وأيضا كانت الحمد لله تظاهرة عارمة في التنديد بمن يتقول على المرأة وقطع لسانه. وأيضا أثبتت أنها من خلال يعني الأجمل شيء، أجمل صورة اليوم في هذه التظاهرة أن الشباب يحيطون بهن كسور يعني لحمايتهن. نعم. هاي أجمل شيء كان بالتظاهر. طيب. دكتور مقتدى الصدر في تغريدة له يقول لن نبقى ساكتين عن الإساءة للدين والعقيدة، ربما هو يشير إلى موضوع الاختلاط ما بين الرجال والنساء في التظاهرات العارمة التي تحدث في العراق. متظاهرة من محافظة كربلاء خرجت قبل قليل تقول مع جمهور وجود نساء في التظاهرات بحجة أن الاختلاط ممنوع ويسيء للدين والعقيدة، بحسب ما أوردته يعني الوكالات الأنباء بأنه في تغريدة لمقتدى الصدر يقول هناك إساءة للدين والعقيدة. موضوع الاختلاط بإساءة للدين والعقيدة فعلا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد، دائما ما كانت المرأة العراقية تشبه النخلة العراقية. نعم. جذورها بالأرض، رأسها بالسماء. دائما على طول التاريخ العراقي كانت هذه المرأة هذه شكلها، ولها قيمتها ولها مهابتها في مجتمعنا. نعم. سواء كانت زوجة، سواء كانت بنت، سواء كانت حفيدة وأخت، عمة وخالة، في أي موقع كانت، هذه هي المرأة العراقية. طيب. بنت وربت ودفعت لهذا المجتمع ولهذا الوطن أروع الشباب وأروع الشابات. العراقية كانت سند لزوجها وسند لعائلتها في كل الظروف، في ظروف الحصار على الأقل. أنا أتكلم الآن في وقتنا المعاصر في ظروف الحصار، نساء كثيرات وقفاً وبنى البيوت ورباً أجيال، وتخرجوا هذه الأجيال مهندسين وأطباء وعلماء، نساء كانت وراهم. نعم. ودرست وعلمت ومحامية هي وطبيبة وطببت، وكانت في كل المجالات. أنت لا تقيس على المجتمع إذا كان بقلة منحرفة أو كذا، لا يمكن القياس عليه. صحيح. أنت تقيس على الظاهرة العامة، أنت تقيس على المجموع العام، فبالمجموع العام نساء العراق أجمل نساء الدنيا وأحسن نساء الدنيا خلقا وأخلاقا وتربية وكرامة وتمسكا بكل العادات الطيبة، فلا يمكن مساس بهن بأي شكل. ثانيا، هي لم تخالف الدين الإسلامي في أي شيء. المرأة العربية منذ زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقاتل حتى مع الرسول في معركة أحد وغيرها، قاتلت النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عون الرجل وظهره وسنده وعلى يمينه دائما النساء. ونساءنا ما شاء الله قدوة في الخلق والتربية والرصانة والعقل، واللي تطلع الدافع وتطالب بوطنها إلا في بالها هذه بس العقول المريضة التي تتصور أن المرأة تفكر بالتفكير سيء. وطوال هذه التظاهرات، خمسة أشهر من التظاهرات، كانت النساء تدخل ساحة التحرير وغيرها، هل سمعنا في يوم حالة واحدة من التحرش؟ لا نهائيا. هل سمعنا حالة واحدة من الإساءة؟ لماذا الآن؟ ومن يتحدثون عن هذه كانوا يدعون أنهم كانوا في ساحات في ساحات التظاهر وكانوا مع المتظاهرين طوال هذه الفترة. هل لماذا لم يتكلموا على النساء بهذه الطريقة؟ لكن أنا أقول لك، هذه القضية سياسية، يريدون أن يجيروها بطريقة أخلاق ودين، يريدون يعبروها بهذه الطريقة، لا يمكن أن تقبل، لأن أنت توديها إلى خانة أخرى واتجاه آخر حتى تسيس القضية بالاتجاه الآخر وتجيش المجتمع ضد قضية أخرى، هذه لا تقبل ولا يمكن أن عقل يقبلها. القضية كلها أن النساء عندما خرجت بناتنا وخرجت بالتظاهرات شدت من أزر الشباب. هذه التظاهرات أرعبت
من في العملية السياسية. لأول مرة تخرج البنت العراقية بكل هذه الموجات الكبيرة بهذه الطريقة، تساند الشاب اللي هو أخوها وابن عمها وابن خالها وابن منطقتها وزميلها وعضدها. ولا يمكن، وانت لاحظت تشوفوا كل يشوفون كل الأفلام، ماكو شاب يباوع على بنية إلا يحرسها. صح. كانوا حمات لهم وكانوا جزء منهم وكانوا يعتبرونهم وما زالوا يعتبرون شرفهم وكرامتهم. هذه القضية جديدة، والمجتمع العراقي مجتمع رغم كل التشويه من 17 سنة، رغم كل هذه المصائب اللي هذه الطبقة السياسية خلقتها، رغم كل هذا التشويه، رغم كل هذه الإساءات وهذه هذا الفساد وهذا الخلق السيء اللي عمموه كله، لكن بقى المجتمع العراقي ينجب والبيوت العراقية تنجب خير البنات وخير الأولاد. وهذا الجيل اللي خرج من الشباب هذا الواعي اللي قدم كل هذه التضحيات، وحتى من البنات، بنات قدمن تضحيات، كان المسعفات وكان التظاهرات وقدمنا تضحيات كبيرة. هذه لا تجازى بهذه الطريقة، ولا تحرفون الخانة إلى خانة أخرى. إذا الحديث بالأخلاق فمو خط أحمر، مليون خط أحمر. العراقيات خط أحمر ومليون خط أحمر، لأنه هن خواتنا وهن الزوجات وهن هن الأمهات وهن العمات والخالات والبنات والأحفاد، هن ذني ومليانات طيبة وشرف وكرامة وعزة نفس وإباء، وهي حريصة هذا الوطن وطنها مثل ما الشاب وطنها هذا هي وطنها. وهذا البيت اللي ينبني، البيت الصغير واللي تتكون من عند البيوت الكبيرة. نعم. وتكون المجتمع والوطن، هو البيت مسؤول عنه هي. نعم. هي جزء من مسؤوليتها الكبيرة هذا البيت، وتركوا الرجال في أوقات كثيرة، في أوقات الحروب وأوقات الصعاب، تركوا البيوت أمانة بيد هؤلاء النساء وصانن البيوت وصانن التربية. نعم. هذه المرأة العراقية. طيب. لذلك أقول المرأة العراقية نخلة، جذورها بالأرض ورأسها بالسماء، وعيب طيب تضربون النخلة بحجارة. دكتور، أكو حجة راح نقيمها على من يدعون بأن حضور المرأة في التظاهرات هو يعني ربما يجرنا في الحديث كما تفضل الدكتور عن وجوب حضور نسوي في داخل التظاهرات في التي تجري في العراق، ولكن أنتقل إلى الأستاذة بشرى عبد الواحد. أستاذة بشرى، يعني بعد خروج مسيرات نسائية في بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية، ليش أكو هناك حرص نسوي على حضورهن في التظاهرات؟ ما الهدف، ما الداعي لذلك؟ وجود شنو أصلاً؟ قطع حرص أصلاً؟ نعم. وجود شنو؟ ليش أكو حرص؟ لا حرص على الوجود النسوي في التظاهرات. نعم، بالتأكيد المرأة هي مثل الورقة، يعني أي شيء يخدشها، فدائما الرجل هو على اعتبار هو ابن المجتمع، ابن الشارع، يعني يعتبر الرجل ما عليه أي شائبة، أي شيء يصير ما يعير الرجل، لكنه المرأة دائما تكون مشتوات على حتى لا تطعن، حتى لا يعني يخدش حياءها، حتى لا أحد يتعرض إلها. حقيقة اليوم كان بالمسيرة مجموعة الشباب متماسكين يد بيد ويحيطون بالمسيرة النسوية لأجل حماية النساء، حتى لا أحد يعتدي عليهم، يعني على اعتبار أكو هناك اعتداء، لأنه كثير اعتدوا على الشابات بساحة التحرير بالذات وفي الساحات الأخرى، اعتدوا عليهم من خطف، من اغتصاب، من طعن، من سرقة، من يعني كثير يعني، وحتى طعنوا بأخلاقهم أثناء حواراتهم أثناء لقاءاتهم، دائما يأكدون على أن المرأة أخذ شرفها بالساحة، وهذا عيب وهذا مخزي عليهم. هم نفسهم اللي أخذوا البنات، اللي فعلا هم يعرفون نفسهم، إحنا ما شفنا شيء، ولا أنه ما عرفنا أنه البنات أنه ضررا أو يعني، لكن نعرف من ضربا وقتلا ونطعنا بسكاكين، لكن هم من يشنعون بالشرف. معناته هذا الشخص اللي اعتدى على شرف المرأة معناته هو لا يمتلك الشرف، ولذلك يشنع بشرف المرأة، لذلك هو اعتدى على شرف المرأة. هذا لا يمتلك لا شرف أخت ولا شرف أم ولا شرف جارة ولا شرف بنت مجتمع، فهؤلاء للأسف يعني يستغلون ضعف المرأة، يستغلون الميزة الجميلة بالمرأة، لأن المرأة هي قارورة، هي المرأة
تعتبر هي التي تحمل يعني شرف العشيره وشرف العائله وشرف الرجل. نعم. مهما يعمل في الشارع لا احد يحاسبه. لما تحكي معهم يقول لك لا هذا رجل، بينما المراه اي تصرف لها حتى وان تاكل في الشارع العام هذا عيب وممنوع في مجتمعنا. نعم. فكيف اذا هي تروح وتسوي اشياء سيئه، وبالذات انه هي طالعه في نقول يعني في مهمة جدا يعني صعبة وعصيبة، انه هي تدافع عن وطن مستلب، تدافع تقابل رصاص، تواجه دخانيات، تواجه قنابل. يعني احنا واجهنا يعني دخانيات وقنابل، كل شيء صارت بوجهنا. فالمرأة رايحة على ممكن اكو كورنيش، اكو بيوت خاصة، اصلا هم نفسهم البرلمان عندهم بيوت خاصة لهم بهالشكل هذا، عندهم ما لزمه واحد من عندهم من الاحزاب عنده ملاهي، هو اللي يمول، هو اللي يجيب النساء، مع احترامي وعذرا لهذه الكلمة. نعم. فليش طيب. يطعنون بالمرأة اللي تطلع تدافع عن وطن؟ طيب. ليش يطعنون بالمرأة تدافع وطن؟ احنا نحتاج محكمة صراحة لمن يتفوه على المرأة، أي مرأة نحتاج محكمة دولية أن يحاسب هذا المتفوه وأن يسجن وأن يقمعون كل من في ظهر هذا يطبلون لهذا الموضوع، لأنه عيب وعيب وعيب. المرأة أشرف امرأة بالكون حقيقة، أحكي لك إياها، لأنه من زمن عشتار، من زمن الآلهة الإسلامية اللي كان قصدي الآلهة المجتمعية اللي كان المجتمع العراقي، كانت هي نبيلة وشريفة، وكانت تيامت كانت تقود يعني نقول شلون نقول مملكة كاملة. لا. لأنه أبسن وتيامة المياه المالحة والحلوة كان تيام ذاك الزمن، من زمن الخلق الكون الأول، الحضارة الأولى، هي المرأة كانت لديها قوة وشخصية ولديها شرف ولديها احترام وحضور كامل. نعم. في المجتمع. دكتور، يعني قبل ما أنتقل إلى الأستاذة بشرى، يعني لابد من إقامة الحجة على الأحزاب الدينية التي شاركت في العملية السياسية التي تحاول خائبة وفشلت في تشويه صورة النساء في العراق. ما موجود في البرلمان نساء، خاصة هناك أحزاب دينية قد استوزرت نساء، مثلا عديلة حمود كانت مرشحة للتيار الصدري في وزارة الصحة. البرلمان ما يعتبر اختلاط بين النساء والرجال؟ القضية مثل ما قلت لك أستاذ محمد، ما لها علاقة لا بالاختلاط ولا بهذا الفهم. هم يريدون أن يحرفوا القضية ويضعوها في خانة أخرى. القضية سياسية ليس أكثر. هذا الموج الكبير من النساء اللي خرجت لأول مرة، تخرج النساء المرأة العراقية بهذه الطريقة تدافع عن وطنها، هذا أرعبهم، وهذا شجع كل الشباب حتى اللي كانوا ما يريدون يخرجون. يعني وإحنا مجتمع شرقي، مجتمع إسلامي، عندما يجد أن المرأة خرجت، هذه المرأة اللي يعتبروها هي الإنسان النازك اللي يجب أن يبقى في البيت ونحافظ كنا عليه، هذه المرأة خرجت إلى ساحات التظاهر بكل قوة، تتعرض إلى كل المخاطر. نعم. قنابل ورصاص واعتقالات وخطف، والشباب يجلسون بالبيوت، فخرجوا كل الشباب. المرأة شدت عزيمتهم، وجودها بالتظاهرات شدت عزيمتهم، هي من جعلت المليونيات قضية سهلة. من كانوا يتفاخرون بأنهم يعني يمشون المليونات ويسيرون المليونيات ما عادوا قادرين على هذه القضية، لا يستطيعون. نعم. فوجدوا أنه هذه المرأة خيبت آمالهم من ناحية أنها خرجت لوطنها، خرجت لهدف سامي، لم تخرج من أجل العملية السياسية وأحزابهم هاي التافهة اللي دمرت العراق وخربته. نعم. فبالتالي يجب أن يوجهون سهامهم، ووجهوا للرجل المرة. نعم. تهموا الرجل بمخدرات وما أنتوا يعني خايفين على الشرف والقيم هذه الحدود. العراق مفتوحة مع إيران، تدخل يومية مخدرات، آلاف الأطنان من المخدرات. صحيح. العراق اللي كان نظيف المخدرات بشهادة الأمم المتحدة. نعم. العراق بلد نظيف. الآن بلد يتعاطى المخدرات، واحد من أكثر بلدان العالم تعاطي المخدرات. نعم. وتجارة بها. هذه مين جتي غير من حكم هذه الأحزاب مالتكم، وهذه القوى مالتكم، وهذه الحرس الحدود اللي أنتم ميليشياتكم. ميليشيات تتاجر، والميليشيات ترعى ملاهي وترعى، ما هو هذا؟ نعم. باعترافاتهم. صحيح. هم بينهم يعني عندما يتخاصمون ينشرون غسيلهم الوسخ على الحبال والناس تستمع، هذه الحقيقة. فأنتوا رعاة الأخلاق، إذا أنتوا كنتوا حريصين على الأخلاق ليش مو حريصين على الدم؟ ما هذا العراقي، هذا بحر الدم، هذا نهر الدم ينزف بالعراق من 2003 لحد الآن، نهر ثالث ويا دجلة والفرات. نعم. لا أحد يتكلم عنه.
هذه الإهانات والخطف لماذا يعني ساكتين عنها؟ شو ما شفناكم طلعتوا تظاهرة ضد القتل ضد 600، أنتم تقولون 600 نعم. 600 شهيد لحد الآن من الشباب قدموا، ما طلعتوا مظاهرة ضد قتلت 600 واحد، ما طالبتوا بقتلت. الآن تتكلمون عن شرف المرأة وشرف الرجل، ويعني مع احترام الرجل يعني مو في مجتمعنا، حتى في مجتمعنا ربما في مجتمعات أخرى ما أعرف، لكن حتى في مجتمعنا ترى حتى الرجل الشاب هم مسؤول نعم. هم يعرف انتقادات توجه إليه ولأخلاقه القضية غير شكل. يعني لا يمكن المساس، هذه القضية قضية كبيرة، لكن هم يريدون يحرفها قضية سياسية يحولوها إلى قضية أخلاقية لكي يعرفون أنه دغدغة عواطف الناس بهذه القضية ممكن أن تثير. نحن يعني إذا أنتم كنتم رعاة الفضيلة ورعاة الأخلاق، شلون وضعتوا إيديكم بيدين الفساد؟ شلون وضعتوا إيديكم بيدين المحتل وقبلتوا بعمليته السياسية وبالفساد؟ هاي الأموال أكثر من تريليون دولار عراقي سرقت وراحت، 1000 مليار دولار ما طلعتوا عليها، ما يعني غيرتكم ما اهتزت. هذه الدماء اللي سالت، مئات الآلاف ملايين العراقيين قتلوا، ذولا اللي بالخيم نايمين المهجرين ما اللي 5 ملايين واحد غادروا من العراق، هل كل هذا ما زمن حصار وقع العراقيين واكلوا حتى التراب، صحيح. ما غيرتكم ما شالتكم ولا انتفضتوا لهذه الغيرة الآن، لأن التظاهرات طلعت ضدكم ضد العملية السياسية، حولتوا إلى قضية أخلاقية وقضية، وأنتوا رعاة الإصلاح. ومن يعني من نصبكم أنتوا أوصياء على المجتمع؟ من يقول أنتوا أصحاب خلق وأصحاب قيم عليا يعني تمكنكم من الحكم على المجتمع؟ ليش هو منو دا يبوق العراق دكتور؟ بغض النظر يعني، بس لكن أنتم تحكمون على الناس، من يعني من أعطاكم هذه السلطة لكي تحكموا على الناس؟ تحكموا على المجتمع، انتم رعاة المجتمع، انتم صنعتوا المجتمع، انتم صنعتوا فيه كل هاي الميليشيات والقتل والذبح بالنجف اللي هجموا وقتلوا الناس نعم. هذول ما ثاركم اللي بالناصريه اللي هجموا عليهم الشمري وغيره نعم. واللي قاعد بالمنطقه الخضراء ما ثاركم نعم. ما طلعتوا تظاهره عليها، ما انقهرتوا، هاي الدماء الدسيل ببغداد وغيره، هاي القضيه 4-5 أشهر الشباب بالشوارع نايمين بالشوارع بالضبط نوبة خلي القوى الأمنية تحكمكم، خلي المعرف منه أنتم يعني وجهين لعملة واحدة، قوى أمنية وميليشيات طيب. تتبادلون نعم. الأدوار فيما بينكم لقتلهم، هذا كله ما يثيركم الآن أخلاق المرأة عنوان شرف العراق وعنوان شرف العراقيين، ولا يمكن المساس بها طيب. واللي عنده عورة خلي يسد عورته هو وهذه القضية لا يمكن يعني تجيب قضية سياسية تحولها إلى قضية دينية وأخلاقية، هذه عيب عيب جدا جدا، والمرأة لا يمكن أن تمس، وإذا عندك نماذج معينة هذه لا يمكن تعميمها، الظاهرة غير شكل، الظاهرة هذه الظاهرة مجتمع راقي جدا، مجتمع إنساني، مجتمع أخلاقي، مجتمع مسلم، محافظ على كل مجتمع محافظ على أخلاقه وقيمه نعم. ويعرف المجتمع العراقي قيمه طيب. وأخلاقه، والمرأة نعم. عماد هذا المجتمع نعم. شكرا دكتور. أستاذة بشرة، بصفتكم يعني عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، في أي محافظات كان الحضور النسوي كبير في هذه التظاهرات؟ والله حقيقة في كل المحافظات تقريبا، طلعوا في بيقار نعم. وفي نجف وفي كل مكان يعني طلعوا، بغداد أيضا أنا ما أعرف بالضبط الزخم يعني ما أقدر يعني بالنسبة لبغداد لو إيش قد ما يطلعون المحافظات على اعتبار الكم السكاني ببغداد يكون أكبر، فإيش قد ما يطلعون بالمحافظات بغداد بالتأكيد تفوقهم بالأعداد، لأنه مثل ما قلت لحضرتك بعدين دوائر هناك و يعني كليات جامعات كثيرة ومستشفيات أيضا، طبعا معظم اليوم اللي كان المتظاهرات مسعفات ودكتورات ويعني كثير من شرائح المجتمع. أكو بالمستقبل مسيرات نسائية قادمة بهذا العدد الكبير جدا؟ يعني أكو تخطيط لأن تخرج نساء أكثر عددا، ربما يخصص يوم معين لخروج تظاهرات نسوية كالذي حدث في العراق؟ حقيقة المرأة لم تنقطع عن التظاهرات منذ 2011 لحد 2010 أو 11، يعني إحنا من أول ما كنا نطلع من التظاهرات يعني نصف تقريبا التظاهرات هي النساء، ومستمر النساء لحد هذا اليوم لأنه كان يوم رد على تغريدات وعلى كلام طعن بأخلاق المرأة وبسمعتها وبشرفها، اليوم كان يعني تجمع 100% أو 75% تقريبا نساء أكثر يعني في كل المحافظات، 75% يعني هناك شباب
مرابضين بالساحات وايضا اللي طلعوا معاهم ايضا تظاهر، فتقريبا 75% من كل ساحه هناك نساء يعني. فممكن ان هذه النساء باقيه ومصره على انه تنجح الثوره وعلى ان ننال حقوقنا والمراه تنال حريتها. فحقيقه يعني اكيد بالتاكيد راح اذا كان اكو هناك تبليغات او حضور جديد بالتاكيد راح تكون المراه حضور خاص ومميز، وربما هذه شجعت لنا بعد القتل والارهاب والخوف والسيطره على جبل احد وغيرها وبعض الساحات. المرأة أصبح لديها اليوم قوة، ربما حتى بعض الشباب مثل ما تفضل دكتور أنه ربما بعض الشباب يقتدون بالمرأة، يقول لك هي المرأة طلعت أنا كيف أبقى يعني قاعد بالبيت، أنه يعني على اعتبار عيب أنه الرجل ما يطلع والمرأة تطلع، والرجل هو أبو الشجاعة هو أبو القتال. فحقيقة راح تكون اليوم يعني مسجل في تاريخ العراق أنه هذه التظاهرة تظاهرة مميزة وتظاهرة راح إن شاء الله تكون اندفاع للمرأة بأكثر قوة، وأيضا تشجع الشباب والآخرين أن يطلعون هذه التظاهرات ويطالبون بالوطن وبتنغيسه وبأن يكون وطنا حرا ديمقراطيا حقيقي. دكتور، إذا أردنا نتحدث عن انقلاب مقتدى الصدر ضد المتظاهرين، أول ما خرجت التظاهرات كان مؤيد للتظاهرات، لكن انقلب، هو فعلا انقلب أم أنه كان يسير بنفس الطريقة العملية السياسية ولكن يعني ربما لبس عدة أقنعة في سبيل بقاء وبقاء التيار مالته في سدة الحكم في السلطة؟ أستاذ محمد، قبل أن أجيبك على هذا أريد فقط أن أضيف لقضية التظاهرة مع المرأة. اليوم يعني أقرأ تغريدة لأحدهم، لا نريد أن نسمي الاسم، يعني وكأنه يضع مقارنة، خرجت هاي التظاهرات انتظروا راح نشوفكم باكر شنو الفضيلة. أنت تضع مقارنة بين العراقيات، يعني تقسم المجتمع إلى نساء شريفات ونساء غير شريفات، نساء فضيلات ونساء غير فضيلات. هذا لأول مرة يحدث، هذا لأول مرة العقل الخرف يخرج هكذا فكر. أنت تمزق المجتمع بهذه الطريقة، تحدث هي هل تطلع وياك باكر، هي هم عراقية إلا إذا كانت من غير دولة ما لنا علاقة، لكن طيب. إذا عراقية هي من نفس المجتمع ومن نفس البيوت ومن نفس التكوينة، أما أنت تجير الموضوع وتقسم الناس هاي فضيلة وهاي غير فضيلة لأنه ذولا يطلعون ضد العملية السياسية اللي هي بها حاجتكم ورزقكم ووضعكم وتدمير العراق وجعل مطية للآخرين ولإيران، ذولا مو فضيلة، لكن أنتوا اللي تطلعوهم فضيلة. قضية معيبة، هذه معيبة، عليهم أن يستحوا من هذه القضية ويسحبوا هذا الكلام، يسحبوا، وعيب هاي المقارنة، هاي المقارنة بين الفضيلة واللا فضيلة، كل العراقيات على الرأس وكلهن عنوان للشرف وللكرامة، ويكفي هذا الموضوع وخلوا مليون خط أحمر جوا، لأنه عيب. شيرد من هيك تصريح يعني شنو؟ ليس أكثر من قسم المجتمع وليحاء أنه كل اللي يطلعون بالتظاهرات مو زينين. هو القضية السياسية مثل ما قلت لك، قضية سياسية يحولها إلى قضية دينية وإخلاقية ليس لها علاقة لا بالدين ولا بالأخلاق، قضية سياسية. هم يخافون من هذه التظاهرات، وهذه التظاهرات هزت الأرض تحت أقدامهم، ويعرفون أن نهايتهم نهاية سوداء، فلذلك يريدون أن يحرفوا القضية بأي طريقة. وهذه جزء، دعني أقول لك، هذه جزء من محاولات بدأت من 1 تشرين لحد الآن لإجهاض التظاهرات، هذه جزء من عدها. يعني المرأة جزء من هذا المجتمع، أنت تريد تلغيها؟ تلغي انه هذا مو وطنها، هذا مو بيتها، هذا مو حياتها، هذا مو اخوها اللي انقتل، هذا مو ابنها اللي استشهد، هذا مو اللي اعتقلوا اخوها وزوجها وابنها. صحيح. هذا كلام معيب. مره اخرى اقول انه الكلام يجري فعلا مثل ما قلت حضرتك، انه مقتدى الصدر انقلب على التظاهرات. يقولوا في كثير من يعني انا اتابع كثير من اللقاءات واجد هذا السؤال، لماذا انقلبه ولم ينقلب؟ الحقيقه لم ينقلب مقتدى، لم ينقلب مقتدى، لديه سياسة معينة، هو يلعب هذه اللعبة المزدوجة، هو رجل بالعملية السياسية ورجل مع المتظاهرين، هذه العملية لعبها كثيرا. وكنا نقولها، وكل مواقفه من 2005 لحد الآن هي هذه. الآن وصل أن يلعب هذا الدور في عام 2011، وأعود إلى 2011 في 25 شباط 2011 كان في إيران وجاء بطائرته الخاصة ونزل وسحب كل أتباعه من التظاهرات وقال نعطي للمالكي مهلة 6 أشهر، يعني حتى المالكي طلب 100 يوم وعطاه 6 أشهر
وبالتالي سحب وأسقط التظاهرات. طيب. وكثير من عدها حتى في قضية سحب الثقة عن نوري المالكي والتفاهمات، هذه القضية مع العبور إلى المنطقة الخضراء ويجلس بالخيمة الخضراء ويجيبوا له المي ويودوا له الماء، وبالتالي تفاهموا إياهم وضغط عليهم. اللعبة واضحة، هو يلعب لعبة مزدوجة. إذا ما ضغط على العملية السياسية وجيش الناس ضد العملية السياسية لكي يقولوا هو صاحب قدرات على تجيش الناس، فيعطوه أكثر المكاسب اللي يريدها، شروط يفرضها عليهم، ووسع مساحة سيطرته. طيب. هذه الحقيقة. عندما يجد أن العملية السياسية يستطيع أن يضغط عليه، يضغط عليها بهذه الطريقة. وعندما تزداد يعني الجماهير تزداد باتجاه أخرى، يستطيع أن يهدئ الأمور ويدفعهم باتجاه آخر، وهذا ما شهدناه. وصلوا المنطقة الخضراء، دخلوا وطلعوا لساحة الاحتفالات، روحوا لبيوتكم. نعم. وهذا ما فعله في كثير من المرات. في هذه المرة وصلوا إلى الحد الذي لا يمكن إلا يوقع القناع. نعم. لا يستطيع أن يلعب هذه اللعبة المزدوجة، لعبها بالبداية. طيب. قال أنا مع المتظاهرين، وهو لم يكن مع المتظاهرين. لذلك أنا أقول من قلب هو، شلون كان مع المتظاهرين؟ إذا كان أنا أقول ربما كثير من أتباعه مع المتظاهرين لأن مصلحتهم مع التظاهر وما زالوا. نعم. لكن نزعوا عنهم هذا الانتماء إلى مقتدى الصدر صدري، ها نزعوها. نعم. لأنه شافوا هذه الانقلابات وهذه 180 درجة السريعة من اليمين إلى اليسار، من الشمال إلى الجنوب، هذه التقلبات الغريبة عجيبة والمصالح اللي تلعب. فبالتالي مصلحة الفقراء اللي هم منتمين للتيار الصدري مع هذه التظاهرات، مع أن يعيدون وطنهم، مع أن تتحقق كل مطالبهم. نعم. أن يكون لهم وطن يحترمهم به، هذا ما تحققها. نعم. فبالتالي كثير من عندهم، فلذلك هو أنا أتحدث عن هاي ميليشياته. نعم. اللي كان زارعها بساحة التحرير وغير مكان لمراقبة الناس ومعرفة الناشطين، وبالتالي يختطفون وكذا، وفجأة مثل ما قالوا انقلب. نعم. لا، ووصل إلى حالة يجب أن ينفذ دوره. هذه التظاهرات ماضية إلى طريقه وإلى أهدافه، وهو وعد. وعد وعدا بأنه أنتم سكلوا الحكومة وأنا صفي التظاهرات. نعم. وهذه محاولات تجري من يومها إلى اليوم لتصفية التظاهرات، لا يستطيع. وهذه جزء حتى الحديث على النساء جزء من عدها، جزء من تصفية، محاولة تصفية التظاهرات. نعم. لكن لا يستطيع. ونصيحتي له ولجماعته، اتركوا هذا الموضوع، عودوا إلى رشدكم، باعوا زين. نعم. وخلي يعني خلي بصيرتكم أبعد من أقدامكم. بالتالي أنتم خسرانين وبديتوا تخسرون وجرفكم دا ينهار. نعم. وهذا الشعب لا يمكن يرجع. قدم هذه التضحيات وقدم هذه الإمكانيات، وهذول الشباب وهذه البنات، ذولا ولدنا وبناتنا، ذولا عقولهم كبيرة. نعم. ورؤيتهم كبيرة وتصميمهم كبير، وقدموا تضحيات ولا يمكن أن يتراجعوا عنها. وهذه ملاعبكم وألعابكم، هذه لن تجدي عليكم، إلا راح تطول المدة وتزداد عدد الضحايا. نعم. تزداد الدم. طيب. وبالتالي تخسرون وانتم خسرانين. طيب دكتور. نعم. طيب أستاذة بشرة، يعني هناك عدة أسماء ظهرت يعني في الساحة، مثلا الناشطة في التظاهرات ماري محمد التي خرجت في فيديو وقالت يعني نحن سنذهب إلى ساحة التحرير، وفعلا ذهبت إلى ساحة التحرير وأعطت ربما مبالغ مالية لأصحاب التوك توك حتى يفولون بنزين كما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي. تم اعتقالها وتم الإفراج عنها، وبالتالي قاموا بتهديدها في حال أنه شاركت في التظاهرات مرة أخرى، يعني ستلقى عقابا أشد. أيضا صبا المهداوي أيضا من الناس التي تم اعتقالها، وهناك الكثير من الأسماء من الشابات والنساء في العراق. تعتقدين محاولات الاعتقال والتهديد تارة والخطب بالنسبة للشباب تارة أخرى ستثني المرأة عن الاستمرار في إدامة زخم تظاهرات ثورة تشرين؟ بالتأكيد لا، والدليل اليوم نحن خرجنا في ساحة التحرير وكنا أيضا أصوات تندد بكل ما بالعملية السياسية وبكل من يطعن المرأة. حقيقة تلك الفتيات وكثير من عدهن، منهن مثل ما تفضلت صبا ومريم وأيضا بشرة رحمها الله الكفيلية، وأيضا إحدى المسعفات أيضا أول في بداية الأيام استشهدت على الجسر، جسر الجمهورية،
واخرى ايضا يعني كثير استشهد من البنات، اضافه لليوم الهجوم اللي دخلت الميليشيات على الشباب، اعتقلوا مجموعه من المسعفات واعتدوا عليهم بكل اشكال الطرق، يعني قطعوا اجسادهن، يعني كثير حقيقه هذا دناءه وعيب ان المراه بهذا الشكل انت تجي تعتدي عليها، وانت يعني تشوه سمعتها، تشوه سمعة أهلها، تشوه سمعة البلد والمجتمع، لأنه البلد لما يشوف البلدان الأخرى، طبعا الأخبار تتناقل في كل الفضائيات في كل العالم، فعندما يشوفون أنه هذه المرأة يعني تدنس، جسدها يدنس وتقتل وتذبح، شنو الصدى اللي راح ياخذوه أو الصورة اللي راح ياخذوها عن العراقيين بهذا البلد؟ أنه حتى يعني الفترة اللي كانت بها داعش، يعني وداعش هم السبب حقيقه، هم السبب نفسهم اللي هسه يقتلون الشباب، هم نفسهم اللي يعني صار داعش بسببهم. نعم. فكان يقولون ان العراقي صدر داعش، اكيد انت لما تقطعون هذه الناس طبعا اكيد انتم داعشيين، راح الناس كلها تقول عليكم العراقي تراجع، يعني وين انتم؟ يعني انا اقول انتم كهيئه سياسيه او كشله سياسيه المفروض ان تحكمون البلد الى التقدم الى الارتقاء، مو ترجعون البلد الى الخلف. يعني شنو اللي سويتوه بالبلد؟ تعليم رديء جدا، اخلاقيات، صحه، من كل الجوانب، مثل المره بداوا يطعنون بالشرف، يعني المراه هي شرف الوطن، شرف العائله، شرف العشيره، شرف الوطن هي المراه، فعلى اساس انتم تطعنون بالمراه؟ ثم هذه التفرقه ما بين حضرتك تعرف الدين افيون الشعوب، فهؤلاء بالدين بواسطه الدين ياكلون عقول الاخرين، وكثير من الناس تتبعهم مع الاسف. يعني شنو انا اول مره اسمع انه بكره مثل ما تفضل دكتور انه راح تطلع تظاهره ضد المجموعه اليوم البلد، شنو فرق المراه اللي لابسه عبايه واللي لابسه حجاب عن اليوم؟ اليوم كنا كنا لابسه محجبات. نعم. كل البنات كانوا محجبات، شنو الفرق يعني؟ وبكره ايضا راح يجن عبايات ومحجبات وقسم من عندنا ايضا لابسات بناطير وايضا محجبات، يعني شنو الفرق؟ ليش تفرقون بين المجتمع؟ فالمراه صراحه يعني كل ما يزيد ضغط التغريدات وضغط هذه الحكومه وبعض افرادها السيئين راح يزيد اصرارنا على التظاهر، راح يزيد اصرارنا على نيل الحقوق، على التغيير ايضا، يعني اهم شيء عندنا البلد، بلدنا دا يصير الى الخلف، فاحنا نريد نطلع البلد الى الامام، ونريد نصير به العمليه التربويه والتعليميه والصحيه ورفع مستوى المواطن اللي كلش متعب. يعني انا اتصور البارحه رجال في محكمه يعني ما قدر وقع بالشارع، حتى داخل المحكمه قاطعين 50 الف مال رعايه تصور. فاضطريت اروح اجيب من السياره فلوس وانطي للرجل، يعني زين انت تشوف هاي الحالات شو يصير بك؟ النساء بالشوارع عباياتها متهرئه، زين ليش؟ يعني هاي باكر اللي راح تطلع من العبايه المكويه واللماعيه افضل من هاي المره؟ ليش؟ نعم. شنو الفرق؟ بالعكس هاي امراه تعبانه دا تربي اطفال، ليش انت تطلع هذه وتهتم بها؟ ليش ما تجي ترعى هاي الامراه؟ زين بعدين بالدين انت ما قال وكلوا الايتام؟ شو انتم دا تاكلون اللقمه مالت هاي الايتام؟ دا تقتلوهم ودا تصفونهم. نعم. دكتور رافع، ليش هذا التمييز بين المجتمع؟ نعم، ساعود اليك استاذة بشرى. دكتور رافع الحاكم الزاملي قيادي في التيار الصدري يقول لا بد من حصر التظاهرات في أماكن محددة وتتم الحماية من قبل القوات الأمنية، هل يمكن الوثوق بالقوات الأمنية في حماية المتظاهرين بعد الذي حصل؟ يعني 600 واحد زاملي الأستاذ محمد كلهم يتحدثون أنه وقيادة بغداد أيضا تحدث بهذا الموضوع. يعني الحقيقة من واجه التظاهرات من 1 تشرين لغاية الآن هي القوى الأمنية والقوى العسكرية، هذه حقيقة. يعني هو القناص منين؟ يعني اللي قتلوا الناس واللي ضربوا عليهم رصاص، وهذا اللي يضرب لابس الملابس العسكريه ويضرب الشباب ويقتلهم ويرقص، هذا منين؟ ما هي هذه القوى الامنيه، هي نفس القوى الامنيه اللي ضربت وسموا لنا اياهم طرف ثالث وطرف رابع وسابع وثامن. نعم. وهذه الكذبه الكبيره، هي القضيه يجب ان تفهم بهذه الطريقه. هناك طرفان في العراق، طرف الشعب والجماهير اللي خارجه والمتظاهرين الثوار ذولا بكل فئاتهم الشعب كله. نعم. وطرف العملية السياسية بكل قوى الحزبية والسياسية والميليشياوية، هذه الحقيقة. نزيل. فهذه من هذه، يعني حتى حديث رئيس أركان الغانمي عثمان الغانمي يتحدث. نعم. بطريقة غريبة عجيبة والله معيبة، يقول نحن يعني احنا الضمان، الجيش ضمان للعملية السياسية وللنظام السياسي. انت ضمان للعمليه السياسيه؟ هذا عمليه سياسيه الشعب طالع ضده، انت اذا جيش من؟ جيش العمليه السياسيه وجيش الاحزاب وجيش هاي القوى،
كيف أؤمن أنا يعني شلون أؤمن على نفسي، شلون أؤمن على التظاهرات أمام قائد يتحدث بهذه الطريقة؟ كيف بالآخرين؟ شلون يتحدث؟ شلون القوى الأمنية هذه كانت هي تفتح الطريق. من اللي فتح الطريق للميليشيات في جراج السنك؟ ما هي القوى الأمنية؟ ما كانت تحيط بساحة التحرير وكل المناطق وكل مقترباتها كلها مقفولة بالقوى الأمنية؟ شلون دخلت هذه الميليشيات؟ من أين دخلت؟ من الكاميرات صورتها، آلاف الكاميرات في بغداد وخاصة هاي المنطقة كلها صورتها، ودخلوا وهم على جسر السنك، ودخلوا وارتكبوا جريمتهم ساعات، أربع خمس ساعات هم يقتلون يذبحون يشمرون من فوق، لم تتدخل القوى الأمنية. طيب الشمري هذا مو من القوى الأمنية؟ يعني منين هو هذا اللي دخل على الناصرية وعلى الجسر وقتل الناس 70 واحد وراح؟ جميل الشمري. وقلتوا ما ندري وين وأكو أمر قبض عليه وطلع رئيس جامعة يمكم وعسكرية وبالمنطقة الخضراء ويا وزير الخارجية قاعد. هذا مو من القوى الأمنية اللي ضربوا على الناس القنابل اللي ضربوا الرصاص الحي؟ ذولا مين؟ مو القوى الأمنية. هذه قضية معيبة. أنت تتحدث لقوى أمنية وغير قوى أمنية، الغاية من عندها هي حصرهم في أماكن ضيقة ضيقة والقضاء عليهم. هذه العملية فعلوها سابقا أكثر من مرة، وهذه التجربة من عامل يعني كل التظاهرات اللي مضت كانوا وفي كل المحافظات كانوا يدفعون بهم باتجاهات معينة وصولا إلى مناطق يستطيعون قطع الطرق عليها، لا أحد يصلهم وبالتالي يقضون عليها. هذه هي المخطط مالتهم، لكن هذا ما ينجح مع هذه التظاهرة. تزداد خبرتهم هم ويتصرفون بهذه العقلية الضحلة، لكن الشباب خبرتهم أعلى، رؤيتهم أعلى، قدراتهم أعلى، تفكيرهم يدلهم على طرق كثيرة لحماية هذه التظاهرة. وهذه التظاهرات تعمقت، هذا الشعب كله وياها تعمقت وتوسعت وانتهت القضية غير شكل الآن صارت. لا تستطيعون حصرها في مكان واحد. اليوم نفتح جسر السنك لأنه إحنا مصالح الناس، يا مصالح الناس، يا مصالح الناس. أريد المدارس، يا مدارس. أنتم مدارس ياش. التعليم في أسوأ حالاته بالعراق لأول مرة. العراق خارج كل تصنيفات التعليم، خارج التصنيف. نعم. لا مدرسة ابتدائية. تسرب من كل 10 يدخلون المدرسة الابتدائية 7 يتسربون. أنتم تعرفون شنو المستوى الدراسي اللي وصلت الناس إليه؟ والخريجين إيش يسوون؟ لو يروح للميليشيات، لو يروح لهذا الجيش إذا عنده واسطة بالميليشيات، أو يقعد على الرصيف هو مهندس وطبيب، يقعد على الرصيف ببسطة يبيع. هي هذه الكلية. ولا جامعة بنيته، مستشفيات أسوأ مستشفيات في الدنيا. الآن الله ساترنا غير من عنده، أي وباء الآن لا سامح الله يصير بالعراق ينتهي العراق. ما عدنا لا 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 رعاية صحية ولا كل شيء. هذه 17 سنة قلت راح نبني تجربة راقية بالعراق. لو بانين تجربة راقية بالعراق الشعب كله يصفق لكم. أنتوا بنيتوا أسوأ تجربة بالتاريخ، طوال تاريخ العراق. أدرس تاريخ العراق كله وقارنها مع كل الفترات اللي مرت بالعراق، ستجدها أسوأ فترة بالمقارنة مع كل فترات العراق. الآن يتحدثون عنها وكأنها هي الفترة الذهبية. هذه أسوأ فترة في حياة العراقيين، وهذه ما لها علاقة لا بسنة ولا بشيعة ولا بكرد ولا بعرب. هذه لها علاقة بأحزاب سنية وكردية وعربية وشيعية وكل شيء. وهذه القوى كلها اللي عملت بالعملية السياسية متواطئة على تدمير العراق، ولديها مشروع يتوافق مع مشروع الأجنبي اللي احتل العراق لتدمير العراق. هذه الحقيقة. مشاهدينا الكرام، ضيوفي الأعزاء، يعني شهدت مناطق بغداد وأيضا في محيط ساحة التحرير تظاهرة نسائية حاشدة للتأكيد على مشاركة المرأة في فعاليات ثورة تشرين، وأيضا هي تدعم مطالب الثوار بإسقاط نظام المحاصصة والفساد. لنتابع ذلك. بعد المناشدات اللي ظهرت بساحة التحرير، بعد كل صوت ناداها، المرأة هنا جزء ومكمل من كل الموجودين بالساحة. إذن كما ذكرت إحدى المتظاهرات، المرأة جزء مكمل لتظاهرات ثورة تشرين. أستاذة بشرى، هل هناك رسالة للنساء المتظاهرات تودين إرسالها عبر شاشة قناة الرافدين؟ بالتأكيد
بالتأكيد أنا أقول طوبى لهذه النسوة التي خرجت هذا اليوم، وإن شاء الله سيبيض وجه الوطن بهذه النسوة الرائعات، وإن شاء الله تبقى على ثباتها. المرأة العراقية ثابتة منذ العصور وحد هذه اللحظة، المرأة العراقية شامخة نخلة كما تفضل الدكتور، وهي لها جذور عميقة في البلد، وأيضا العراق يعني رمزه المرأة، يعني منذ الخليقة هو العراق رمزه المرأة، فالمرأة هي امرأة صانعة خالقة، المرأة العراقية سواسيا مع الرجل. فبالنسبة للنساء أتمنى أنه وأرجو الأخريات أن تكون على نفس النهج، تنهج لفتيات هذا اليوم اللائي خرجنا لساحة التحرير، ويكون لهن موقف قوي وموقف صلب حتى نقدر نغير لأجل أجيالنا القادمة ولأجل أبنائنا القادمات، بالأخص الشابات الصغيرات. أنا أشكرك أستاذة بشرى عبد الواحد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، حدثتينا من بغداد، شكرا جزيلا لأنه منحتينا جزء من وقتك. دكتور رافع، تصريحات متواترة لعدد من النواب يقولون بأن محمد توفيق علاوي أكمل التشكيلة الحكومية سيعلنها، وهذه التشكيلة هي مدعومة من الكتل السياسية، وقد ضمنت هذه الكتل السياسية حصصها في التشكيل الوزاري. تعتقد بأن هذا الإجراء سيصعد من زخم ثورة تشرين في المستقبل القريب؟ بالتأكيد بالتأكيد، وهو لن يستطيع إلا أن يخرج بهذه التشكيلة. يعني هم نفس الكتلتين اللي رشحت عادل عبد المهدي، هي نفس الكتلتين اللي رشحته واللي دفعته للكرسي، فهو استنساخ لتجربة عادل عبد المهدي واستنساخ لكل التجارب السابقة من عام 2003 لحد الآن. نعم. فبالتالي هذه الثورة، هذا الشباب، هذا الشعب كله اللي قدم كل هذه التضحيات سيرى ما الذي تغير. يعني احنا نزيل، يعني نقدم كل هذه التضحيات لنعود الى نقطة الصفر مرة اخرى، لن يقبل الشعب ولن يقبل حتى المجتمع الدولي ان يتعامل معكم بهذه الطريقة، ويقبل الشعب العراقي هذا الإذلال. لا يمكن، هذا الشعب العراقي لن يقبل إذلاله بهذه الطريقة، ولن يقبل هذه الوصفة المسمومة اللي تلعبون بيها، وإعادة تدوير النفايات مرة أخرى. شلتوا عادل عبد المهدي جبتوا لنا هذا محمد علاوي يعيد لنا نفس الكتل ونفس الأحزاب، هو منهم، هو من نفس هذا المستنقع، مستنقع العملية السياسية، وبالتالي الشعب ما موافق عليه، سيأتي بحكومة لن يوافق عليها أحد. نعم. وبالتالي ستشتعل الساحات وستأكلكم. لا تورطون مرة أخرى. نعم. هذه نصيحة، لا تورطون، اخرجوا، اتركوا العراق واطلعوا، وخلوا الناس تحكم هذا البلد. هناك شبابه، هناك عقليات، وهناك ناس، هناك وطني، ذول الشباب الحلوين، هاي العقول الجميلة، هاي اللي تحكم البلد، هاي اللي لها الحاضر والمستقبل، ذول قادرين يحكمون بلدهم. والذهاب، هذا الحديث عن المجهول، هذه كذبة كبيرة. العراق لن يذهب إلى المجهول هذا، وحتى لو كان مجهول هم أحسن من هذا الواقع السيء مو يقول الخرب اللي عايشه الآن. قيس الخزعلي يقول إذا جرت انتخابات مبكرة العراق راح يروح في فوضى. هذه قضية لعبة كبيرة. هؤلاء جاءت بهم أمريكا، الحقيقة جاء بهم الاحتلال. وهذه هي الحقيقة، وهم الآن يشتمون الاحتلال ويشتمون أمريكا، والشيطان الأكبر هو من جاء بهم. وبالتالي سيطروا على موارد بلد، وسيطروا على كل قراره وإرادته بهذه الطريقة الفجة، وعصابات وميليشيات وإيران. نعم دكتور. وغريبة القضية، وأقتل وإذبح وبوق وإسرق، هذه ما تستمر، والقضية خارجة عن إرادتهم الآن، والشعب هو بالتالي إرادته هي الإرادة التي ستحكم العراق. شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم دكتور. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.